بحث محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان مع رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية السفيرة نائلة جبر تنفيذ حملة لتوعية الطلاب بمخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. وأكد محافظ القليوبية أهمية ملف الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لمحاربة الهجرة غير الشرعية كالمبادرة الرئاسية مراكب النجاة. يذكر أن اللجنة الوطنية التنسيقية أطلقت مسابقة فنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حول مخاطر الهجرة غير الشرعية. احنا بنلقي الضوء فعلا على مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر ومكافحة الاتجار في البشر، لأن الموضوع طبعا مهم جدا. الحقيقة الدولة طبعا في خلال الفترة اللي فاتت، يعني السبع ثمان سنين اللي فاتوا، في كثير من المشروعات فعلا اللي أدت الحمد لله لارتباط المواطن وولائه للوطن واستمراره في مصر وعدم هجرته للخارج. والكلام ده طبعا بيتمثل من خلال الحقيقة تضافر جهود والتنسيق بين عديد من الجهات. إن إحنا نوضح للشباب إيه هي مخاطر الهجرة غير الشرعية. طبعا إحنا ما بنعمل هذه المسابقة في مدرسة، فالمدرسة نفسها بتتكلم، المدرسين بيتكلموا، الأسر بتتكلم، فبالتالي بننشر بطريقة غير مباشرة هذه الأفكار والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.